هلولو يا ولادي هلولو، رمان البحرين أصبح كرورو. أرقد يا ولادي رقدة الهنية، رقدة الغزلان في البرية. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الصرخون يا الراقد. عيالي يا هلا ويا مرحبا بكم معانا في حلقة جديدة من برنامجكم عيالنا. عدول برنامجنا عيالنا. عيالي اليوم احنا بنتكلم، معروف الموضوع، عن الياهل. أول ما تولد أمه شي يجهزون له؟ شي يسوونه؟ شي ياكلونه؟ يشربونه؟ كل هالمواضيع هذه بنحاول ان احنا نقدمها لكم اليوم، وكل هالاشياء هذه ما صادتكم انتم مثل ما صادت الاوليين اول. نفس الشيء يعطونكم حليب ويعطونكم اشياء وغيره لكن مختلفه. الياهل أول شيء لما تحمل بأمه كم شهر؟ تسعة أشهر. أول ما يعرفون يقول لهم والله ولد والله بني، حين لا حين فيه يعني أجهزة تبين في بطن الأم الجنين هي ما يكون ولد ما بنت. يعرفونه أول ما يعرفونه متعلقات، ولا يقدرون يسمونه قبل باسم لأنه ما يدون هل هو بنت ولا ولد، ولا مثل الحين اذا ولد يسوون لك له الوان سماويه مر زرقاء، ها، والبنت تسوون لها الوان ورديه. لا ما في هذا الشيء. يا حليل الله رزقكم مثلا ولد ولا بنت. يابت الولد من يبون ولد عاد الام قبل لا يولدونه تبرز له هذه السرير يسمونه المنز. يسمونه المنز. وهذه المنز يسوونه عندنا في البحرين، لان ايش منه؟ من اللي يريد مال النخل. في ناس يعرفون شلون للحين موجودين. وهذه المنز عيالي انا محصله عند ما شاء الله واحد اسمه صالح الحسن عنده متحف عندنا في عراد، وهذه المنز عمره 50 سنة. 50 سنة وعنده محتفظ فيه، تقول تحمل به تكسر وانا احب اتحمل. يحطون المنز هذه ويحطون له هني مثلا فراش والله خلاق والله ذي، حتى عند الاول اللي يسوي الفرش سميناه تكلمين كل يوم النداف نسينا يا بس انا اقول مني حاجه وانت تطلعون حفظوا اللي اقول لكم اياه. كل اللي قالوا اللي قاعدين يتفزون قالوا النداف اللي يسوي الفرش ويسوي المسان سمعنا. فهذه هو يقومون عقب يقومون يسوون السرير يجهزونه يجي البيبي راسا ويبونه ويدخنونه. طبعا اول ما في مستشفيات مال الولاده في البيت يولدونهم في البيت. في واحده يسمونها ولاده، انا والديني في البيت. ذيك الساعه للحين ما صار في دخاتره بس للحين توهم في البيت اسهل. يسمونها الدايه الولاده تجي تولد لحظه يولدونه ويبونه يسبحونه يلفونه يلفونه ويحطونه وين؟ في المنز. زين؟ ولين صاح سووا له هلولو يا ولادي هلولو. يلا عاد ارقد ارقد، طاح من نوك. ارقد ارقد يلا. ارقد يا ولادي رقدة الهنية، كل حكي حلو ها؟ رقدة الهنية، رقدة الغزلان في البرية. شش ويلحفونه، وهذه المنز يحطون عليه خلق رجيج ململ يسمونه. ليش؟ عشان عن الحشرات، عن الدبان، عن الناموس، عن شيء يصير. ويرقد بهدوء بالعدال ويفون عليه بعسات لانه ما عنده، يفون عليه. وبعدين تقوم الام هي اللي تراضعه. ليش الام تراضعه؟ الام لان حليب الام هو الحليب القوي. حليب الام رب العالمين مكونه في الام. إذا رضع من الأم أعطته حنان، أعطته حب. شوف الطفل يلصق في أمه مرتاح، والأم ترتاح بعد لما سفالته. وهالحنان والحب هذه يدخل في قلب الولد أو قلب البنت، وعقب يركضونه بهدوء. إنزين أول بعد
إذا واحد مثلا فيها حليب وايد وجيرانهم عندهم ولد صغير ولا بنت ها وأم ما فيها حليب يقولون يبون ذاك الولد ولا البنت عند هذه الأم ترضع هذه وترضع هذه الاثنين يصير الولد والبنت أخوان من الرضاعة أخوان من الرضاعة يعني إيه يعني كانهم أخوان رضعوا بنفس من نفس الأم خلصته عقب انقطع الحليب يقومون يستعملون يسمونه أول ديد اليتيم لأن اليتيم اللي ما عنده أم يسوون له ديد هذه ديد اليتيم والأول هذه قديم شوفوه ترسون حليب وحطونه ويشرب شرب 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 إيه 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 هاي عفي على ولدي عشرة شرب خالية هاي صدق خالية ما في شيء بس قصينا على ولد نزيه نزيه يركض ويرتاح يكبر الولد شوي شوي والأم تغذى على أشياء مقوية أول شيء هاي التمر عيالي لا تتركونه أكلوا من التمر التمر مقوي قريتوا سورة مريم شو يقول الله سبحانه وتعالى حق مريم عليه السلام وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا يعني يكفي أنها تأكل تمر وتشرب ماء جسمها يرتوي لأن الواحد لما تولد الجسم يضعف تبي لازم تغذيه احنا شو نسوي؟ نسوي عصير وصل خبير ونسوي له حسو ونسوي له جلاب ويربون في البيت دياي هالدياي لما تولد الحرمة يذبحون هم يأكلون دياي وغيره تستانس وتأكل تقوى وتقوى عظمها الأم شو تسوي لما يكبرون الأمهات يضعفون يصير عندهم ضعف العظام هشاشة عظام شو منه لأنه دائما الطفل الجنين في بطن أمه ياخذ من الأم وتغذى من الأم عدل وعقب يصير يكبر شوي يكبر يصير عمره سنة يقولون يشد يأول هاللون يأول شيء يعطيها عقب تم يخطي شوي شوي يقولون يخطي شوي لمشى ستونسة وأهل البيت مش ولد يقومون يجمعون اليهال مال الفريج يجمعون الفريج مال اليهال هاللون يقول له فيه ويكتون عليه النون لا 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 النقل والنخي والحلويات وحطهم بعد معاه خارد شوية استانس في معاه خارد بعد يأخذون البيزات يأخذون الحلاوة وغيره واستانس فرحانين به كبر شوية بعدين الأخوان اللي وياه في البيت يعني يحاجونه يكلمونه علشان الولد ولا البنت ينسب حق منه يعني يقول مثلا هذا سمينا محمد أبوه عبد الله وما مريم شو نقول محمد ولد مريم ولا محمد ولد عبد الله ها ولد عبد الله إذا ينسب الولد أو البنت حق أبوه عدل حق أبوه ويده وهك شكله وعائلته في الأخير واحنا نسمي اسامي حلوه في البحرين متميزين احنا في الخليج نسمي اسامي مثلا حصه عايشه مريم لطيفه شريفه الاسامي الحلوين ها والاولاد محمد عبد الله راشد دعي خليفه يوسف وبعدين في الاخير ياخذ لقب مال العائله بيت فلان فلان بيت فلان فلان الاخر هذا الشكل ماشيين عليه زين كبر الحين وطلع له ضرس زين بعد إذا ضرس خدته الحين كبر شوي وسنن وبيطيح ضرس من طيح ضرس ما شو يتقلقل كلكم صادكم كلكم الضرس يتقلقل ضرس يتقلقل بنشيل لا بنشيل وهذه ساعة يطيح بروحه بعد ساعة ضرس يسوونه بالعدل ويطلع هذا الضرس أول مو بس ناخذ نقطة شو يسوون؟ الشمس مثلا شمس هني ضرس نقطع شوفي ناخذ إيه صح كلامك ناخذ الضرس ونحط معاه سبع طعامات أفضل طعام مال البلح مال التمر سبع وحدات ونروح حق نشوف الشمس ونقول يا شمس عطيناك ضرس حمار عطينا ضرس غزال يعني من هو الحمار؟ غزال
احد يقول اعطي نظرة حمار يعني هذه حمار يعني لا هو يشبهون نظرة حمار ضسعة يجعونهم زين عط نظرة هاي يسمونهم يجلعون حلو عقب يطلعون الضروس العادية ولا تخافوا من ما نخاف من دكتور الأسنان والله هذا اللي وناخذ تطعيمات أول ما في يأخذون تطعيمات بس على قليل قليل زين هذه حولدنا وربيناه وكبر شوية لو كان بنت بعد نفس الشيء لكن البنت له لعبة تلعب غير الأولاد لعبة البنات ترقل بابا من رقلك يلا بابا رقيت بابا بسم الله قول بسم الله الرحمن الرحيم دايما نسمع عليه ونذكر الله ونقول ما شاء الله ما نقول بيه ايش حلوة بيه عيونك كبار بيه ما نقول هاللون هذه الفزة هذه هم زين حق اليوم حتى عقل الكبير كله قولوا ما شاء الله ما شاء الله حلو ما شاء الله شعره طويل ما شاء الله يضحك ما شاء الله ما شاء الله يبعد عن الشيطان يبعد عن الحسد بسم الله الرحمن الرحيم حتى ولدنا خفيف ها زين اني حق البنية شنو هي الالعاب اللي تلعبها وهي صغيره لا الالعاب هذه يسمونهم لعبه ما مرت عليكم طبعا يسمونها لعبه البروي البروي اللي هي اللعب هاي مال شايفين خلي شيل هالقبعون هذه عنده مثلا يعطون هني مثلا شو اسمه الجدر ها والملاح والفنار ها والفنار مال اول كله صغاري مال اول لعب الروي ونقعد يعني تلعبين انت وصديقتك والله ويا ثنتين ثلاث اي والله يا اختي اليوم بنطبخ وهاي مهافه بسم الله اي والله اليوم بنطبخ عيش عيش والله عيش عندكم سمك اي والله وناخذ ونحطه وين ما في شوله كشوله هاي شوله اي هاي حطينا على شوله اي خلي العيش يطبخ خلي يطبخ ويطبخ اول بعد ما في عندهم شوله العقب طلعت الشوله اول كلها على التنور زين جايبتي سمك والله اليوم ابن سمك تبي نسوي سمك مع شوي وتسوي بعد مني وتاخذ السمك شو تمر شنو يلا زين نادي نادي بوش نادي اخوش خليه يتقدون حطينا الصينيه استنى ايه ها يلا نتبي يلا ايه يا سلام ما عندك ملوخ ما في قفشه ولا ملوخ بعد شو اسوي بعد حطينا مقلوبة حطينا العيش وابن السمك والله لحم حطينا وكلنا هاي كله بالروي كل يعني البنت تتعلم على شغلة البيت تعلم على شغلة البيت شلون تطبخ شلون تسوي شلون تجيب الناس شلون تسوي صبعت تقهوي تقهوي ايه اوه قهوتكم حارة صبعت شربي شربي لا لا خذيته باليسار شربي 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 ان شاء الله تقصين لا 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 ما يقولها صحة وعافية سمي 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 بسم الله سمي سمي بسم الله الرحمن الرحيم تقول الله سمي الله عدوك يا سلام كلمات حلوة هاي كانت تعلمناها من جداتنا وبيكم انتم تعلمون عيال احنا عادة دايما نطلع نقول نرويكم لعبة شعبية احنا حنب نلعب لعبه كنا احنا نلعبها واحنا صغار بصغار صغار لكن صغار شويه اكبر شويه انتوا حافظين جدول الضرب حافظين جدول ثلاثه زين نبتدي مع الاولاد اول بنقول واحد اثنين بوم تتكون ما تقول ثلاثه تقول اربعه خمسه بوم يعني ثلاثه سته تسعة، 12، 15، 18، 24، 27، 30 ما نقول كلنا نقول بوم بوم يعني 1، 2 بوم 4، 5 بوم 7، 8 بوم 10، 11 بوم هلون واللي بيغلط بيطلع من اللعبة تفضل 1، 2 بوم 4، 5 بوم 6 لا 7 طلعت ايه قول 7 8 9 بوم بقيت توثينا طيب زين بقيت توثيناكم ها تعال يمي مني لا في نو 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 شو تعال من يمي اي علشان تناكم مع بعض ايوه يلا يلا ها واحد اثنين بوم ها ابتدي يلا واحد اثنين بوم ثلاثة أربعة حيو 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 ها البنات مستعدين من اللي يحس نفسه انه هو بيفوز
خل عندكم صغار عزيزين بنفوز قول كلنا نفوز يلا تفضلي واحد علي صوتك واحد اثنين بوم أربعة خمسة بوم سبعة ثمانية بوم تسعة لا عشرة عشرة الله ولا عشرة وي عشرة 11 12 بوم وقفت لديكم ها يلا خلكم مع بعض لديكم واحد اثنين بوم أربعة خمسة بوم سبعة ثمانية بوم عشرة 11 بوم 14 13 فازل حيوان هذه نقدر نلعبها احنا في البيت جدول ثلاثة جدول أربعة جدول خمسة بس أسهل شيء جدول اثنين جدول خمسة بس ثلاثة متوسط زين احنا نقول لما في مناسبات تصير لما واحد يجي من السفر شو نقول له؟ شو نقول له؟ كلنا الحمد لله على السلامة شو يقول؟ الله يسلمكم لما واحد رحنا له نزوره في المستشفى شو نقول له؟ ما عليك شر ما عليك شر ما عليك شر او الله يعافيك خطاك الشر خطاك الشر ولما نجلس عند مريض ما نجلس نقول كان ذاك في اي وذاك مات ما نقول هاللون نقول له الكلام الطيب اللي شجع على انه يصحى عدل وما نكثر نجلس عند المريض مفهوم؟ نروح نلقى المريض سوالف نودي له اكل نودي له حلوى نودي لا 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 احيانا الدكتور ما عندنا وياكل هالاكلات هذه زين واحد او ناس نزلوا في بيتهم شو نقول لهم بيت جديد منزل مبارك منزل مبارك يا سلام عليكم لا منزل مبارك زين واحد خذ سياره شو نقول له عليك لا مبروك لا هو يقول هذا الكلام ممكن لكن في شيء يقولونه الله يعطيك الله يعطيك خيرها ويكفيك شرها يا سلام حيوها الله يعطيك خيرها ويكفيك شرها لان انت بتروح في السياره عدل إيه. يا سلام إيه. زين اذا رحت حق ناس عندهم وفاه شو نقول؟ احسن الله عزاكم او عظم الله عزاكم نعرف شو نقول في المناسبة اللي فيه فرحة نبتسم ونقول المناسبة الحزينة ما نروح نقول عظم الله اجرك والله عساكم العواد تخربط شو عساكم العواد لا لا يعني نختار الكلمات اللي نقولها في المناسبات هذه ونحترم دائما الناس الموجودين نتعود من الحين عيالي عدل بارك الله فيكم فيكم شد حق الغاز يقول لك هذه قط خيط وخيط يا انس قط خيط وخيط شو في حد يقول تفضلي قاعد يقول سالفه سالفه بنفس الوقت سالفه سالفه يعني قط خيط وخيط بنفس الوقت خط 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 يعني معناها زين يقول القرد في عين ام غزال القرد في عين ام غزال ولدها الان ايه 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 ولدها من كذي عندها لان ولدها غزال لان حلو لو هو يعني شكله مثلا مو مقبول ولا شيء بس حلو عندها هاي ولدك حلو ولدك حلوه تقول ايه القرد في عين ام غزال طبعا كلنا مخلوقات الله الإنسان مو بوجهه ولا بشكله الإنسان من قلبه الإنسان بطيبه الإنسان بأخلاقه بأعماله الطيبة هذا الإنسان أما الشكل هذا ما له شكل الله سبحانه وتعالى خلقنا كذي عيالي أتمنى إن شاء الله أنكم استأنستوا واستفديتوا من حلقة اليوم أتمنى لكم إن شاء الله الصحة والعافية نلقاكم باكر على خير وفي أمان الله.